السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ النهاردة فيديو تاني جديد عن الألوان الأكريليك اللي في البيت. هنعرف ازاي هنكون اللون الأبيض معانا. اللي هنحتاجه برضو الورنيش المائي أو ورنيش الأكريليك، وهنحتاج بودرة زنك من عند الموان، والعلبة اللي هنقلب فيها، والعصاية بتاعتنا. هنحط كمية الورنيش الأكريليك اللي احنا عايزينه، وهنزود معانا بودرة الزنك، كمية على قد الورنيش اللي احنا حطيناه. وهنبتدي نقلبها كويس لحد ما تدوب مع الورنيش المائي او الورنيش الاكريليك بتاعنا. وبكده نبقى عملنا اللون الاكريليك الابيض في البيت، ودلوقتي نقدر نجربه على ورقة نشوف شكله هيبقى عامل ازاي. جربوا لكم على الرسمة القديمة دي عشان يبان. زي ما احنا شايفين التغطية بتاعته كويسة ومغطية اللون الأزرق اللي وراها. ممكن نعيد عليها كده كذا مرة عشان اللون يطلع واضح ويغطي الخلفية بتاعتنا. برضو لو احنا حاسين لسه ان اللون فاتح او شفاف شوية، يبقى هنزود بودرة زنك اكتر ونقلبها اكتر مع الورنيش الاكريليك عشان اللون الابيض بتاعنا يبقى معتم اكتر او مش شفاف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهات جديدة ان شاء الله.